لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، أهلا بكم في محاضرتنا 11 مادة العلوم الصف الأول إعداد الترم الثاني. النهاردة إن شاء الله هناخد مراجعة تدريبات وامتحانات على منهج الترم الثاني بإذن الله. هنبدأ كده مع بعض. السؤال الأول، أكمل العبارات التالية: واحد، يدخل المغناطيس الكهربي في عمل نقط وعمل نقط. الجرس الكهربي والأوناش الكهربية، يزيد وزن الجسم كلما نقط البعد عن مركز الأرض. يزيد وزن الجسم كلما قل البعد عن مركز الأرض، تمام. يتكون الرخام من تحول مين؟ الحجر الجيري. الرابطة في جزيئة كلوريد الصوديوم رابطة أيونية، بينما الرابطة في جزيئة الماء رابطة تساهمية. من أنواع التلسكوبات: تلسكوب كاسر وتلسكوب عاكس. تتكون الصخور الرسوبية نتيجة نقط ونقط ونقط، تلات مراحل اللي هما ايه؟ نحت ونقل وترسيب. نحت ونقل وترسيب، جميل خالص. عندما تذوب الأحماض في الماء تعطي أيونات نقط الموجبة، هيدروجين الموجبة. عندما تذوب القلويات في الماء تعطي أيونات نقط السالبة. أيونات الهيدروكسيد، تعطي أيونات الهيدروكسيد. السؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة تكمل بها العبارات التالية: تكون الماء نتيجة تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع مين؟ حمض الهيدروكلوريك مع هيدروكسيد الصوديوم. طبقة تتكون من فلزات في حالة منصهرة، هي ايه؟ قشرة، الوشاح، اللب الخارجي، اللب الداخلي. اللب الخارجي بيوجد في حالة منصهرة. اللب الداخلي قلنا بيكون في حالة صلبة. كوكب كبير الحجم وقليل الكثافة يتكون من عناصر غازية، هو كوكب المشتري. تعتمد فكرة تشحيم الآلات على تقليل قوى الاحتكاك، جميل. السؤال الثالث، اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية: قوة جذب الأرض للجسم، ده الوزن. حركة تتكرر بانتظام فترات زمنية متساوية، الحركة الدورية، دي الحركة الدورية. مادة صلبة طبيعية توجد في القشرة الأرضية وتتكون من معدن واحد أو مجموعة من المعادن، ده تعريف الصخر، صح، أو الصخور. كتل من المواد المنصهرة تنتشر على جوانب البركان، دي اللافا أو الحمم البركانية. خاصية مقاومة الجسم
لتغيير حالته من السكون أو الحركة ما لم تؤثر عليه قوة اللي هي القصور الذاتي. جميل خالص. عدد الإلكترونات اللي تعطيها أو تكتسبها أو تشارك بها الذرة أثناء التفاعل الكيميائي، ده تعريف التكافؤ. كسر الروابط بين جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة بين جزيئات المواد الناتجة من التفاعل، ده التفاعل الكيميائي. السؤال الرابع، تعرف على اسم العينة من الخصائص التالية: عينة تتكون من معادن الفلسبار والأوليفين والبيروكسين. البازلت صخر لونه أبيض إذا كان نقيا وأكثر صلابة وتماسكا عن الحجر الجيري، الرخام. تمام. صخر ناري جوفي لونه وردي أو رمادي موجود في الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء في مصر. الجرانيت. السؤال الخامس، احنا ممكن نحمل خط كده ونقول إن حجم البلورات بتاعته بتكون كبيرة. خلاص، حجم البلورات تكون كبيرة. يبقى ايه السبب بقى؟ يبقى هنقول ان صخر البازلت صخر ناري جوفي يتكون على اعماق كبيرة من القشرة الارضية، يأخذ وقتا طويل لكي تبرد مكوناته، وبالتالي تكون بلوراته كبيرة في الحجم. تمام كده. وجود لون ابيض يحيط بكوكب الارض بسبب وجود الغلاف الغازي الذي يحيط بالأرض. طيب، السؤال الثالث، نرى البرق قبل سماع الرعد. نرى البرق قبل سماع الرعد. لما نيجي نجاوب السؤال ده هنجاوب بالتفصيل، هنقول إن البرق ده نوعه كذا وهو موجة كذا فعشان كده بيحصل كذا وكذا، والرعد ده موجة كذا، وأقعد أكتب بالتفصيل وأشرح بالتفصيل. يبقى بسبب إيه؟ إن البرق ده عبارة عن موجة كهرومغناطيسية سرعتها كبيرة جدا، أما الرعد فموجة ميكانيكية سرعتها إيه؟ صغيرة بالنسبة لسرعة البرق. طيب، السؤال الرابع، تبقى المروحة الكهربائية تعمل لبضع ثواني بعد فصل التيار الكهربي عنها، وذلك بسبب خاصية القصور الذاتي. خمسة، الرابطة في جزيء ما تساهمية أحادية. الرابطة في جزيء ما تساهمية أحادية. إيه بقى السبب؟ ده في الوحدة الأولى، وذلك أن كل ذرة من مين؟ أحدد كل ذرة من ذرتي الهيدروجين تكون أو تشارك بإلكترون مع إلكترون من ذرة الأكسجين، وبالتالي تتكون رابطة تساهمية أحادية. السؤال السادس، اكتب التوزيع الالكتروني للعناصر الموضحة في الجدول. البوتاسيوم K19، بوتاسيوم K19، اتنين تمانية تمانية واحد. تمام. صوديوم Na11، لا البوتاسيوم 19، 2 8 1. كلور Cl17، 2 8 7. السؤال السابع، اكتب التطبيقات التكنولوجية المستخدمة في المجالات التالية: الفحوص الطبية، استخدمها في ايه؟ هقول أشعة كذا استخدمها في كذا. الفحوص الطبية، ايه التطبيقات التكنولوجية اللي تمت في مجال الفحوص الطبية؟ أشعة إكس. حدد. أيوة، في تصوير واكتشاف
الكسور كما استخدمناها في اكتشاف علي بعض الأبرام. طيب حاجة تاني؟ خلاص يبقى أشعة إكس تستخدم في تصوير واكتشاف الكسور، أو أشعة جاما اكتشاف ومعالجة الأورام. طيب في مجال الاتصالات، طيب مجال التصوير، مجال التصوير الأشعة المرئية، الأشعة المرئية وإيه تاني؟ الأشعة المرئية والضوء المنظور. السؤال الثامن، طيب السؤال الثامن، كيف تميز بالتجربة بين الحجر الرملي والحجر الجيري؟ يبقى أول حاجة من ناحية اللون، الحجر الرملي لونه أصفر والحجر الجيري لونه أبيض. من ناحية الملمس، الحجر الرملي خشن، الحجر الجيري ناعم. الحاجة التالتة، لو أنا ضفت حمض هيدروكلوريك للاتنين، لو أنا ضفت حمض هيدروكلوريك للحجر الجيري والحجر الرملي، بلاقي إن هو بيحدث فوران في حالة الحجر الجيري نتيجة لتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون، أما في حالة الحجر الرملي فلا يحدث أي تفاعل. تمام، جميل جدا. نيجي نشوف الأسئلة اللي بعد كده. السؤال الأول، اللافلزات بعضها غازي مثل إيه؟ الفلور غاز، الكلور غاز، الهيدروجين غاز. تمام، بعضها صلب مثل مين؟ مثل الكربون. الكبريت عند الفسفور. الرابطة في جزيء أكسيد المغنيسيوم رابطة نوعها إيه؟ أكسيد المغنيسيوم رابطة أيونية، بينما الرابطة في جزيء الماء رابطة تساهمية بس. تساهمية بس. تساهمية أحادية، يقول هو رابطة تساهمية أحادية. طيب السؤال الثالث، عندما تتفكك الأحماض في الماء تعطي أيونات هيدروجين موجبة، وعندما تتفكك القلويات في الماء تعطي أيونات ماشي تعطي أيونات الهيدروكسيد السالب NH3 زائد HCl، يكون الناتج عندي NH4Cl. تمام، اللي بعده 2CO زائد O2 بالحرارة يديني CO2. غاز ثاني أكسيد الكربون. الصيغة الكيميائية للماء هي، أما الصيغة الكيميائية للحمض الكبريتيك هي H2O ده المية، أما حمض الكبريتيك هو إيه بقى؟ H2SO4. H2SO4. الصيغة الكيميائية للحمض الهيدروكلوريك HCl. مش عارفة مين ان HCl ده. أما الصيغة الكيميائية لهيدروكسيد الصوديوم هو ايه؟ الصيغة الكيميائية لهيدروكسيد الصوديوم ان، بس الاسم مول، ان اي او اتش، ان ايه او اتش.
رقم 8، تنقسم الموجات إلى نوعين، وهما موجات نقط وموجات نقط. موجات ميكانيكية، موجات كهرومغناطيسية. دي الجرس، الجرس الكهربي والأوناش الكهربية، يبقى من الأجهزة التي تعتمد في تشغيلها على القوى الكهرومغناطيسية الجرس الكهربي أو الأوناش الكهربائية. طيب رقم 10، تستخدم الأشعة نقط في الأجهزة استشعار عن بعد، اللي هي الأشعة تحت الحمراء. تمام. الأشعة تحت الحمراء. أقرب كوكب للشمس هو كوكب عطارد، وأكبر الكواكب حجما هو كوكب المشتري. من أنواع التلسكوبات كاسر وعاكس، صح. كاسر اللي كبير كبير، وعكس. تتكون الأرض من عدد من الطبقات مرتبة من السطح إلى المركز، القشرة نقط ونقط، الوشاح واللب، بعد كده اللب. يحتوي الغلاف الجوي على طبقة نقط التي تحمي الكائنات الحية من أشعة الشمس الضارة، طبقة الأوزون. الجرانيت من الصخور النارية يتكون من ثلاثة معادن، هي الكوارتز ونقط ونقط. كوارتز والمايكا والفلسبار. كوارتز والمايكا والفلسبار. الجرانيت من الصخور نقط، بينما الحجر الجيري من الصخور نقط. جرانيت من الصخور النارية، بينما الحجر الجيري من الصخور الرسوبية. صخور الرسوبية. 17، تقاس شدة الزلازل بمقياس ريختر. فيقوم جهاز نقط بتسجيل الزلازل. جهاز ايه؟ السيزموجراف. جميل. السؤال الثاني، اكتب المفهوم العلمي. ذرة فقدت الكترونا اكثر اثناء التفاعل الكيميائي، ايون موجب. ذرة اكتسبت الكترونا اكثر، ايون سالب. رابطة تنشأ بين عنصرين لا فلزين من خلال مشاركة كل منهما بثلاثة إلكترونات. حدد معايا هنا ثلاثة إلكترونات، ما أقولش تساهمية وجري، يبقى رابطة تساهمية ثلاثية. عناصر تتميز باكتمال مستوى طاقتها الخارجي بالإلكترونات ولا تشترك في التفاعلات الكيميائية في الظروف العادية، دي العناصر النبيلة أو الغازات الخاملة. عدد الإلكترونات التي تفقدها أو تكتسبها أو تشترك بها ذرة العنصر مع ذرة أخرى أثناء التفاعل الكيميائي، ده تعريف التكافؤ. عناصر لها بريق معدني يجد التوصيل للحرارة والكهرباء، يحتاج مستوى الطاقة الخارجي لها على الأقل من 4 إلكترونات، ده مين؟ الفلزات. مجموعة من الرموز والصيغ الكيميائية تعبر عن المواد الداخلة من التفاعل في التفاعل الكيميائي، والمواد الناتجة عنه
وكذلك شروط حدوث التفاعل إن وجدت المعادلة الكيميائية. جميل، كسر الروابط الموجودة بين ذرات جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة بين ذرات جزيئات المواد الناتجة من التفاعل للتفاعل الكيميائي. الحركة التي تتكرر بانتظام على فترات متساوية حركة دورية، حركة تغير فيها موضع جسم بالنسبة لنقطة مرجعية ثابتة. حركة الايه دي؟ حركة الانتقالية. المسافة التي يقطعها الضوء في سنة، السنة الضوئية. تمام يا أسماء. أجسام كروية معتمة عددها 8 تدور حول الشمس في اتجاه واحد. كواكب. أجسام فضائية صغيرة تخضع لجاذبية الأرض، جاذبية الكواكب. معلش، لا، الأقمار. النيازك هيبقى كتل صخرية كبيرة الحجم. ماشي. طيب، كتل صخرية كبيرة تسقط من الفضاء ولا تحترق كلها وتصل إلى سطح الأرض، أجزاء منها دي النيازك. 15، طبقة الأرض الخارجية وهي خفيفة نسبيا يتراوح سمكها من 58 كيلو متر، ديت القشرة. القشرة كل مادة طبيعته في القشرة الأرضية تتكون من معدن واحد أو مجموعة معادن. الصخور، كسر في صخور القشرة الأرضية تتحرك الصخور على جانبي الفارق. هزات أرضية سريعة متلاحقة تحدث الواحدة تلو الأخرى. الزلازل، فتحة في القشرة الأرضية تسمح بخروج المواد المنصهرة والغازات المحبوسة. ده البركان. البركان. السؤال الثالث، عرف الأيون الموجب. ذرة عنصر فلزي فقدت إلكترون وأكثر أثناء التفاعل الكيميائي. المجموعة الذرية. مجموعة من ذرات عناصر مختلفة ترتبط مع بعضها بروابط كيميائية تسلب سلوك الذرة الواحدة أثناء التفاعل الكيميائي ولها تكافؤ خاص بها. تمام. القوة، تعريف القوة. مؤثر خارجي يغير أو يحاول تغيير حالة الجسم من السكون إلى الحركة أو العكس، أو يغير اتجاه. صح كده، كده التعريف كامل. وهو مؤثر خارجي يغير أو يحاول تغيير حالة الجسم من السكون إلى الحركة أو العكس، أو يحاول تغيير اتجاه. القصور الذاتي، خاصية مقاومة الجسم المادي تغيير حالته من السكون أو الحركة بسرعة منتظمة. النيازك، سرعة منتظمة خط مستقيم. النيازك كتل صخرية ضخمة تحترق بشكل جزئي أثناء عند احتكاكها بالغلاف الجوي للأرض، ويصل جزء منها إلى الأرض. المذنبات، المذنبات نتكلم عنها من ناحية التركيب ومن ناحية الشكل. هي عبارة عن كتل من الصخور وثلج وغازات متجمدة. ماشي. متكون من جزئين تدور حول الشمس في مدارات بيضاوية شديدة الاستطالة تتقاطع مع مدارات الكواكب. والمذنب بيتكون من جزئين اللي هو الرأس والزي. يبقى نقول كده التعريف على بعضه. يبقى هي أجسام تتكون من صخور وثلج
وغازات تدور حول الشمس في مدارات بيضاوية شديدة الاستطالة تتقاطع مع مدارات الكواكب، تتكون من جزئين رأس وزي الأقمار. بعد كده الأقمار أجسام فضائية صغيرة الحجم تخضع لجاذبية الكواكب الأكبر منها وتدور حولها في مدارات ثابتة. الكويكبات الكويكبات هي كواكب صغيرة، معظمها هي كواكب صغيرة الحجم تتركز معظمها في منطقة حزام الكويكبات بين مجموعة الكواكب الداخلية والكواكب الخارجية، أو تفصل ما بين الكواكب الداخلية والخارجية. طيب 9، مجموعة الكواكب الخارجية. مجموعة الكواكب الخارجية هي مجموعة الكواكب الأكبر حجما والأبعد عن الشمس، وهي المشتري وزحل وأورانوس ونبتون. تمام. مجموعة الكواكب الداخلية عكس بقى الكلام التاني، هي مجموعة الكواكب الأصغر وصلبة وأقرب إلى الشمس، وهي عطارد والزهرة والأرض والمريخ. بعدين عندي تعريف الزلازل أو الزلزال، هزات أرضية سريعة ومتلاحقة في منطقة في القشرة الأرضية. بعدين عندي البركان، البركان البركان فتحة في القشرة الأرضية تسمح بخروج الغازات والمواد المنصهرة. السؤال الرابع، على ما يأتي لا تشترك العناصر الخاملة في التفاعلات الكيميائية في الظروف العادية. أيوة، ليه بقى؟ ذلك أن مستوى الطاقة الأخير مكتمل بالإلكترونات، مكتمل بالإلكترونات. طيب اللي بعده، عندما ترتبط ذرة كلور Cl بذرة Cl17 بذرة صوديوم Na11 ينتج مركب أيوني، بينما عند ارتباط ذرتين من الكلور ينتج مركب تساهمي. إن الكلور عنصر لا فلزي توزيع الإلكتروني 2-8-7، يحتاج إلى إلكترون ليكمل مستوى الطاقة الأخير، يأخذه من الصوديوم اللي توزيعه الإلكتروني 2-8-1، وده يتحول لأيون سالب، والتاني يتحول الكلور يتحول لأيون سالب، والصوديوم يتحول لأيون موجب، وبالتالي يحدث ما بينهم قوة تجاذب إلكتروستاتيكي وتتكون رابطة أيونية. ده الجزء الأول من السؤال. طيب الجزء الثاني، طيب بينما عند ارتباط ذرتين من الكلور ينتج مركب تساهمي، لأن كل ذرة تساهم أو تشارك بإلكترون، وبالتالي تتكون رابطة تساهمية أحادية. الرابطة في جزيء الأكسجين O2 تساهمية ثنائية، لأن كل ذرة من ذرتي الأكسجين تشارك بإلكترونين تتكون ما بينهم رابطة تساهمية ثنائية لتكمل مستوى الطاقة الأخير. السؤال الرابع، الأحماض تحمر صبغة عباد الشمس الزرقاء. إيه؟ لأنها تعطي أيون الهيدروجين الموجب. بعد كده السؤال الخامس، القلويات تزرق صبغة عباد الشمس الحمراء.
لأنها تعطي أيونات الهيدروكسيد السالبة. طيب رقم 6، تكون سحب بيضاء عند تقريب ساق مبللة بحمض الهيدروكلوريك المركز وقليل من محلول النشاط. أقول الإجابة إيه؟ لأن عند تقريب ساق مبللة بحمض الهيدروكلوريك المركز من محلول النشادر يحدث تفاعل اتحاد مباشر ما بين المركبين ويتكون كلوريد الأمونيوم الذي يظهر على هيئة سحب بيضاء، وأروح كاتب المعادلة HCl زائد NH3 هيديني NH4Cl. رقم 7، للتفاعلات الكيميائية أهمية كبرى في حياتنا. لأنها تستخدم أو تدخل في كثير من الصناعات مثل صناعة الأدوية والأسمدة. عايز تشكريني بجد تجيب الدرجة النهائية في الترم الثاني زي ما جبتيها في الترم الأول يا ليلى. خطورة احتراق الفحم والألياف السيلولوزية كالورق والسجائر أو أكسيد الكربون بيعمل إيه بقى؟ بيسبب الصداع، ماشي. ثاني أكسيد الكربون زيادته، زيادة نسبته في الهواء تسبب الاحتباس الحراري. أول أكسيد الكربون يسبب الصداع وألم حادة بالمعدة والدوار، تمام. أكسيد الكبريت بتعمل إيه بقى؟ تنفسه بكميات كبيرة يؤدي إلى الوفاة. نشوف السؤال رقم 9، يعد أول أكسيد الكربون من الغازات شديدة الخطورة على صحة الإنسان. لأنه يسبب الصداع واستنشاق كميات كبيرة منه تؤدي إلى الوفاة. رقم 10، يندفع ركاب السيارة المتحركة للأمام إذا توقفت السيارة فجأة. بسبب خاصية القصور الذاتي، تمام. 11، تغطية قطع غيار السيارات بطبقة من الشحم. للتقليل من قوة الاحتكاك بين الأجزاء الداخلية للسيارة، جميل. لا يقيس علماء الفلك المسافات بين النجوم بالكيلومترات. لا، هو مش هيمنعوا الاحتكاك، هم هيقللوا الاحتكاك أو الآثار المترتبة على الاحتكاك. يبقى بسبب إيه؟ بسبب إن المسافات كبيرة جداً ما بين ايه الأجرام السماوية. نيجي لي بعد كده وجود الحياة على سطح الأرض دون غيره من الكواكب. وجود قوة جاذبية مناسبة، وجود غلاف مائي، وجود غلاف جوي أو غازي، وجود ضغط جوي مناسب، درجة حرارة مناسبة، ضغط الجو مناسب. ايه تاني؟ حاجة تانية؟ حاجة تانية خدناها، غلاف غازي، غلاف مائي، ضغط جو مناسب، درجة حرارة مناسبة، جاذبية، قوة جاذبية مناسبة. تعمل قوة الجاذبية للأرض على استمرار الحياة عليها. يبقى لأنها إيه؟ بتعمل على تثبيت الغلاف المائي والغلاف الغازي في مكانهما، كما تعمل على تسهيل السيل بفضل قوى الاحتكاك وبقاء الأجسام في مكانها، جميل. بعد كده آخر سؤال فعلل، الصخور النارية الجوفية تكون بلورات المعادن المكونة لها كبيرة الحجم.
فذلك لأنها بردت ببطء في باطن الأرض. السؤال الخامس، اذكر فرقا واحدا بين كل من واحد الأحماض والقلويات، ايه الفرق بين الاثنين؟ فرق واحد. ماشي، ممكن الطعم. الأحماض بتحمر صبغة عباد الشمس، أما القلويات بتزرق ورقة عباد الشمس. الأحماض طعمها حامض، القلويات طعمها قابض. الأحماض بتعطي في محاليلها أيونات الهيدروجين الموجبة، أما القلويات بتعطي في محاليلها أيونات الهيدروكسيد السالبة. إيه تاني؟ لو أخدنا من حيث الأمثلة، الأحماض عندي مثال HCl حمض الهيدروكلوريد، القلويات عندي هيدروكسيد الصوديوم NaOH. عندي أكتر من حاجة ممكن أقارن ما بينهم. طيب نيجي نشوف رقم اتنين، موجات الصوت وموجات الضوء. موجات الصوت موجات ميكانيكية، أما موجات الضوء موجات كهرومغناطيسية. جميل. مجموعة الكواكب القريبة من الشمس ومجموعة الكواكب البعيدة عن الشمس، خدنا أكتر من فرق ما بينهم. ممكن نقول المجموعة دي بتتكون من إيه؟ دول القريبة الزهرة والأرض، عطارد الزهرة والأرض والمريخ. قريبة من الشمس تتكون من صخور صلبة صغيرة في الحجم كبيرة في الكثافة، أما كواكب المجموعة كواكب بعيدة لأن هي بعيدة عن الشمس تتكون من غازات حجمها كبير كثافتها صغيرة. هم مين؟ المشتري وزحل وأورانوس ونبتون. بعدين عندي الجرانيت والحجر الجيري، كثيرة الأقمار. ماشي، كواكب المجموعة الداخلية عدد الأقمار قليل. الجرانيت والحجر الجيري، الجرانيت يتكون من الفلسبار والمايكا والكوارتز، الحجر الجيري يتكون من إيه؟ ترسب كربونات، ترسب كربونات الكالسيوم. ماشي، في محاليل جيري، ترسب كربونات الكالسيوم في محاليل الجيري. السؤال السادس، صحح ما تحته خط. الأكاسيد مواد تتفكك في الماء وتعطي أيونات الهيدروجين الموجبة، دي الأحمر. الكتلة مقدار كتلة الأرض للجسم. الوزن. المولد الكهربي أو الدينامو يحول الطاقة الحرارية لطاقة كهربية. طاقة الميكانيكية، طاقة الميكانيكية. أربعة، اللب الداخلي للأرض غني بالحديد والألمونيوم. أي دينامو مولد كهربي؟ اللب الداخلي للأرض غني بالحديد والنيكل. صخر الجرانيت من الصخور الرسوبية، الصخور النارية. استخدم جهاز البارومتر في تسجيل شدة الزلازل، جهاز السيزموجراف. اذكر مثالا واحدا لكل من موجات ميكانيكية، موجات الصوت، جهاز يعتمد في تشغيل القوى الكهرومغناطيسية، الجرس الكهربي. لا بس تاخد بالي، احدد الجرس الكهربي، جرس الكهربي عشان في جرس يدوي. صخر ناري بركاني، صخر ناري بركاني. الجرانيت. السؤال الثامن، اختر الإجابة الصحيحة. كل مما يأتي من الفلزات ما عدا الأكسجين،
الصيغة الكيميائية لحمض الكبريتيك هي H2SO4. الصيغة الكيميائية لهيدروكسيد الصوديوم NaOH. الصيغة الكيميائية لمجموعة الكربونات CO3 سالب 2. ماشي، استسهل استسهل. من تطبيقات الأشعة فوق البنفسجية، من تطبيقات الأشعة فوق البنفسجية تعقيم حجرات العمليات الجراحية. الوحدات العظمى التي يتكون منها الكون هي الوحدات العظمى المجرات. تدور الكواكب حول الشمس في مسارات بيضاوية. أقرب كواكب المجموعة الشمسية للشمس عطارد. كوكب كبير الحجم وقليل الكثافة يتكون من عناصر غازية، هو كوكب المشتري. الطبقة الداخلية للكرة الأرضية تسمى اللب. اللب الداخلي للأرض غني بعنصري الحديد والنيكل. استخدم جهاز التلسكوب في دراسة الأجرام السماوية. كل مما يأتي، بسم الله الرحمن، كل مما يلي من أجزاء البركان ما عدا الهضبة. السؤال التاسع، تكون سحب بيضاء عند تعريض ساق مبللة بحمض الهيدروكلوريك إلى أبخرة غاز النشادر. دي صح. مركب هيدروكسيد الصوديوم يحمر لون صبغة عباد الشمس. في العبارة دي خطأ. الصح بتاعها ايه بقى؟ يزرق. تشكل مسطحات المياه على سطح الأرض حوالي 50%. غلط. طب الصح 71%. أربعة، تقع الأرض في المجموعة الشمسية في الترتيب الثالث حسب البعد عن الشمس. صح. تعتبر كتلة الأرض أكبر كتلة في المجموعة الداخلية بكواكب المجموعة الشمسية. طبقة اللب الداخلي للأرض غنية بالحديد والنيكل. صح. معدن الكوارتز مكون رئيسي في صخر الجرانيت. تمام صح. تقاس شدة الزلازل بجهاز السيزموجراف. شدة الزلازل، شدة الزلازل مش تسجيل الزلازل، في فرق ما بين الاتنين. يبقى شدة الزلازل جهاز ريختر. يبقى الجملة دي غلط، يبقى الجهاز ريختر. الهزات عنيفة ولا تسبب كوارث كبيرة، تتراوح شدتها على مقياس ريختر من 3 إلى 4 ريختر. من 3 لـ4 ريختر. الجهاز اسمه ريختر والوحدة القياس اسمها ريختر. 3 لـ4 ريختر ده يعني ايه؟ الكلام ده خطأ. اما الهزات العنيفة اللي بتسبب كوارث كبيرة تبقى شدتها كام؟ اكتر من 7 ريختر. نكتفي بالقدر ده من الاسئلة. نكمل المرة الجاية ان شاء الله يوم الاحد الساعة 9 مساء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.